الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى فصل. فصل كان يحكو سابسن ياهي أحكامتا جماعة يعني صلاة الجماعة اللي قلت كان هي هي أحكامتا دا يحكو سابسن ياهي صلاة الجماعة اللي قلت كذا قرآن كوالا قشي وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منه معك. النبي يقول يحكو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. صلاة الجماعة اللي قلت كذا وحي كفل لبضانتي توقفك ويساق وقرأت كذا ضمية لباتن درجة جماعة عمرك امس قف اي عمرك يتكدان جماعة قرية على بقف دي لو يتكدان وجماعة وحي كسي بدنين وجماعة وقفك يوم جماعة جماعة عمرك لغة وطائفة كوحدة جماعة لنا شرع ان ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام بلغة جدا صلاة دي مأموم كإن لغشرة صلاة دي إمامك وتتحقق باثنين فاكثر والاثنان فما فوقهما جماعه اي النبي عليه الصلاه والسلام يلي وحيره وصلاه الجماعه صلاه دي جماعه لو تكرايي مركا جماعه الصلاه با اي وجيدا قلبي با كجرى عبارته الجماعه في الصلاه للرجال حاله وسبنات جماعه في الفرائض صلاة دي فرالكا غير الجمعة أن جمعاهين سنة الوية سنة دا سنة أكدة ملاد كي عند المصنف أبو شجاع باث أكتي ساي سنة كتاي إيه والرافعي رافعي أكتي ساي سنة كتاي سنة مؤكدة ولا صحو كاسحا عند النووي أنها جماعة فرض كفاية تنينتي صلاة دي جماعة لقدت كذا صلاة دي فرالكا إذا أن جمعاهين إن جماعة لقدت كذا إنه فرض كفاية ويدرك وقال يا المأموم مأموم كالجماعة جماعته مع الإمام إمامك معيسى في غير الجمعة وحيان جمعاهين ما لم يسلم انتهى السلام نقصان التسليمة تسليمة الأولى يا هوري وإن لم يقعد يانو فريسن بمعاوية مردو حدو إمامك وليان سلام نقصان جماعة وقاربوا لي أما الجماعة جماعة ميا في الجمعة ففرض عين الوي إيضو وفرض فرض عينة ولا تحصل من حاصل ليس بأقل من ركعتين ركعت وحكير نكو حاصل ليس ويروى أنه ركعت لتكذو مركز الجماعة هذا سحاسش وهي صلاة الجماعة للرجال بيوروا حميشة كساري دمركي والرقى ليسكو خلافي صلاة فرال كاين الجماعة كتكذان حكم كيدوا محي دمركي يقال ليسكو ما خلافين وصنهم في حقهن قطعا سيقوانا بلا خلاف في الفرائضنا الصلاة فرلك وليبا أصالة الصلاة فرلا أي فرض عين وليبا أي لا يسكو خلافي رقوا إلي جماعك كدان حكم كيدوا محي رقا سنياشي وميشا كساري سنياشي إن جماعة لقد كدو إلي قاركود وليبا السنة وانتهي لا يسكو خلافي كوا قاركودنا ده إن جماعة قلت كذا سنة وما مثلا صلاة العيدين هي صلاة كسوفين هي استسقاء هي التراويح هي كوا إن جماعة قلت كذا والسنة كين صلاة الضحى إن جماعة قلت كذا السنة ما هو بدعة هي الرواتب تأييو سنة ياشن فرلا كوا الرياء ما كدن بيه واي غير الجمعة تبورة شمعو يساقوا صلاة كلاوة كحكم دوية هايو جماعته اسا شرط باب او تهيبا هو مالمها كله سلااده ودا لاغ ادليه وسنه مؤكده با ليري اقوال با كسغن او قول با وخلي وسنه مؤكده وانا كابو شجاع ودورتي يا رافع با قيل لو خرو وا فرض عين لبدا با ولا راجح سيهايو قولك معتمد كاف المذهب وكاوري ولا صح عندنا وي انها فرض كفايه جماعين قلت كذا صلاة دان فرالكا الرق الجماعي قلت كذا وحلوا فرض كفاية وي فرض كفاية محلو قد شيدا وحلو قد شيدا إن كفل أن يهدي صلاة دي جماعة قلت كتو إنت كلا فرالك وكرد عيايو دنبابي ماين
طيب وقارب انت كفل ان هدب وانتي صلاة بلد تكرية وحده وانت شعارك اللي وحن واستان ديميدي استان ديميد كاسي انت عيكم وقري سوي ودمشو عيتاي قرية ير تولير هدي هل ميل داد كتو كدان صلاة دي تشبع يعني فرق انت سقل عيه هدي وين تهينا وين نور ميلودو شعار كا إيو أستانديميت كا سيكون موقن كرتو مركا اللي قلتو كذا يو دعيا سيدة صحيحة نوحوية صلاة الجماعة وفرض عين النبي عليه الصلاة والسلام يدو شعارك ومغضي او إساقا إيادة صحابة دي باعي بسادي كنتو كان إيان رقي قريو دا كوهره كنتو كان إيميان وكوهمين قريا كوكوبا النبي عليه الصلاة والسلام وميان الرقى هذا كل شيء جتني منافقين لا يتخلف عنا إلا منافق حتى بقفكم حول جماعة كقارية فضلك جماعة قرم قاري كرا ما رادوا إمامك والصلاة كل شيء رجعه أولي أن سلام نقصا وإمامك والصلاة كل شيء يسمونه وحده خلاص فضلك جماعة وهاي اللي يموري حتى يانو فريسم به وإن لم يقعد معه وإمامك يولي سلاة دي كتيرا تري الله أكبر واضحرت انتان فريسن بو سلام عليكم ونو سلام رخصان فضلقي جماعة واض ليضي الإمامك سلاة دي واتكو سوى قادي وحلقة سوى ريبية جمعها وصلاة دي جمعها إيادا جماعين اللي قدت كذا وفرض عين إيادا جماعة دي إيادا شرط دي باب وطيبا وليبا تربضا با شرط دي وافرتا سينارك دونا ولا تحصل بأقل من ركعة مركا قرما لأوران كرات صالحان قفكو جماعة دي جمعه وسو قاري مركا وإمامك والسلام نقصي سو قاري مايا ركعة وقيران وإنو لتكد هدي ركعة وحكيرات كسو قاري صلاة دي جمعه إمامك مركا تكعاد صلاة دوكا عيسوا الظهر وي جمعه قد دوهر بادو روغي صاف ركعة باتكرس مركا ركعة وحكير كسو قاري هداد ركعة أما كبدن كسو قاعدين واتشمع انت كواها دايو بطنما استرانس ويجب حواجب على المأموم مأموم كو حواجب كواهي ينوي إنو نيودا الاتمام إنو نيودا تكيلا تكيني أما كدايشا إمام كدايني أو الاقتداء إنو نيودا كدايشا بالإمام كدايني حرش إمام كو حراني وإنو نيودا ولا يجب واجب ما يوي عليه على المأموم كواجب ما يوي تعيين إمام كإنو عيمه ونيده وكعي وراءه واحد نيودينا زيد كالت كذا مع عمر كام فارحة بل يكفي واحد كفي لنا الاقتداء إنه نيوده حرشة بالحاضر إمام كام حراب ككتير يدد كتكر يرو كحكة وإن لم يعرف يانو قربه فإن عين الضبع دو بدي سكو قلا يسوى إمام كي وعيمه إنه عيمه لقم الربين بي ويحو نيودي إمام السحاق لنهضين وكحكة هو أخطاء وقفاء وكل غضايا خالد بطلت صلاته صلاة دي سوى بوريسة إلا إن انضمت إن كبير تمو يعني إليه تعيينك وعيما يوم إشارة تلمامس وإمامك إشاري وعيوة عن نيودي سيد كامي حرابك كتيرين كوحلو أركا تعيين ومقعيسي شاقيو إشاري بسرع عيين وذلك قولي ولوي أن نويت واحد يدال اقتداء بزيد زيدنا كوحلو هذا كاسم حرابك كتيرين وفبانا وعداد عمرا عمر إنو يهين فتصيحوا يا صحيح سامركا دون الإمام إمامك إساقا إنو تشمع نييستو أما إنو وحتو كينا إنو نييستا واجبكو ماها فلا يجب واجب ما في صحة الاقتداء حرشاء السحيستيد به إساقا لغو حرشاء في غير الجمعة الصلاة أن تشمعاهين نية الإمامة إمام إنو نيودي واجب ميسو وإن لغو حرشاء شرد وماها إنه يسقو إنه إمام نقض إنه نيودي وتشمعوا حان كاهين بل هي مستحبة إنه إمام نبذ نيودا والسنة في حقي فإن لم ينوي هدان نيون إمام نمو مأموم نما هدان نيون دي وكيلة تكينيه فصلاة وصلاة ديسو فرادة وصلاة فرادة صلاة كلي كلي لو تكدو كلوي ويجوز واحد بنان أن يأتم إنه حرة الحر قفك حرته بالعبد الضال والضالين من حرتك يا بنان والبالغ كي قان قاري بالمراهق مد قرات صدي
إنه كحر دا بنان أما السبيو المي رام يا غير المهيز أن قراتسان فلا يصح أن صح من الاقتداء وبيحر شذا الوحدة مرقال كوحك قال لي يا أحكامتي صلاة جماعة وحكم إذا صلاة جماعة دي وحي لهذا إمام إيو مأموم لا بد أصل هذا إمام كوا كوح تكري مأموم كنا وكلا تكري مركا مأموم كي سجى وحواجب كوا مأموم لماذا إنه نيوده إنه إمام كحرار يا إنه نيوده أي واجب كوا أما ده جماعة اقتداء اتمام جماعة إنه نيوده أي واجب كوا وايو مأموم لماذا سلاة دي صحيح كسوك ابن نساء إنه إمام كان راعه حتى راعيستاس زيادة بس سلاة دي ساكو كانت به أمرك نية وباهنطة إنه هو عمله طبعا داسيه نبي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا بقى إنه إمام كان كحران أيوة نيوني لكن ما واجب طي إنه إمام كان عيمي وراده زيد إنه كحران نيوني أما عمر أما فارح أما جامع ما يا waxa ku filan uu imaamka ayaanu arkin bayaanu garanaynba dadka tukinaaya inuu ku xidhay inuu niyodayaanu garanaynba hadaba uu cayimay oo uu niyoday imaamka isxaaq leeyahay inuu ku xidhu niyodo haduu isxaaq in noqdo dee mushkiladii ma taagna oo niyadiisa xaq waaqic uu iswaafaqay uu gafo uu noqon waayo shawu mooday waa mid kalaba سلادي سوى بوريسا وسلادي سمحي بوريسا سحاق إنو كنتك إنو سحاق كوحي دابو نيودي نين كنتو كيري أنا وان خالي اللي راه سوقا اسكا مرايا نين مر نين وحنو تشهد نين كنتو كيري أنا وان خالي دي سحاق نيودي إنو كوحي دانا سوقا اسكا مرايا نين سوقا مرايا داد كوحي رتكور ودادا مرايا سلاد با كوتر تدي سلاد با تيرتو لكن وحول لي هاي حدي وتعيين كإشارة رعي مركو نيستين وإسحاق كحله وإسحاق كاسة فرط وكفي قي وحوي يعني إشارة ده ساق كفي لنا وإنه ما جعون خلدي قفكو وقفكو إشارة لكن ما جعينه خلدي يوم بين غانسة قفكن مردو إشارة قفك بحرابك كتير وسلادي سكحله مجعيسى يوم وينو زيد ياي مجعيسى يوم كو خلد ما يوم إمام كان سجى واجب كوما ينو إمام نمن يودو وقف كالكليدي تكن يا يوم بقول لمدي ياي قفان إمام نمن يودنا إمام والله قد يجن كرا والله حرن كرا ومرك عبد الله بن عباس قريج ما يمونها بريرتي هاي الحاس كنا بيجن عيد وهابينه هو يدي مركو النبي صلى الله عليه وسلم كعيد وكيس كحد عيد النبي قوم ورنا وخلد أنا إمام نومن يوم حد وحرة مورا، وايو إمامكو إسق واحد يراد ولا إيمان يا متيرتو، اللي إسق على الراعي إسق عذر على الراعي معي، قف كليدي تكري ومكدي جيسم، مركاوي حنية ولا نية ولا 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 يما دا متيرتو، مركا لجر يا باب ولا ياي صلاة دا جمعها، صلاة الجمعة يدا، إنه إمام نمدا نيودا وواتبوي. وأدانو إمام نمدا نيوان صلاة ديسو أنصح ماسو أدو أفرطن ككمي دي هاي يأدو زايد كي ليرات كي يهيب قف كي حد دبا إمام كحراني أدانو كحراشة دبا نيوان هو قف كليدي سكتو كان يا أيوب ونقون يا وميري صلاة ديسو بورا هاي اللي قف آنو صلاة دا كحران بورا عراعي هاي ما يا مركا صلاة دو حرم يا صلاة دي سوى حرم يسايو صلاة قف كليدي تكلا يا بو حرم يسا انت هاد بدي تبال ايجي ننكين وكحدان ونيور هادو راع راع مركا دي صلاة دي سبوريسا لكن هادو هالكا كاكا قوستو وانو راع راعين صلاة دي سوى تيو حرم تايا هالكي بكسي ودن كرا قف وقف كناقي صيصا وكحران كرا قف حرا كحران كرا أدون قف وقف وكعلم بدن يا إبت كنكرة نبي وصحاب القارب كده بتكلم والبالغ بالمراهق قف قانجار كويح كحران كرا مراهق مراهق وأصلهان وقف ك أن قانجار لكن قانجار كده وادي هل كان سمومي سوم بالوجة كده ميت جرات صدي ميت كستوك جرات صدي قانجار بيانو كده وادي
ilma yar aan garaadsan isaga lagu ma xiran karo oo eeday isaga salaadi kaan saxmayso wala tasihu an saxmayso uru qudwatu rajul in xirashadi bimraatin gabar ku xidho wala bi khuntha labeebtu ku xidhaanan saxmayso labeebkaas oo mushkilin aan labada dhinac dhinacna u dhicin wala khuntha wala tasihu qudwatu khuntha mid labeeb xirashadi an saxmayso oo mushkilin waan labnimo iyo dhadignimo midna ku cadaan bimraatin ku xidho walaa bimushkili mid kale oo khunsa xidhashada ku xidhaanan saxmayso walaa qaariin walaa tasixaan saxmayso qudwatu qaariin mid faatixada akhri yaqaan xidhashadii wahuwa qaarigu man yuxsinu lfaatixata waa ka faatixada garanaya ilaa isixaan saxmayo iqtidaau ku xidhashadiisa biumiin ku xidho midaan faatixada sax ahayn wahuwa ummigu man yakhilu bixarfin waa ka luminaya ee meesha ka saaraya xaraf xuruuftii faatixada ka mida aw tashdiidatan amashad min alfaatixati ka mida uma ashaara lmusanif musanifku wuxuu ishaaray shuruud ilqudwati xidhashada qof lagu xidhanayo shuruuddeedii ayuu ishaaray waayo halka wuxuu kaga hadlayaa dadku say isu tukan karaan yaa lagu xidhan karaa horta ninku nin unbuu ku xidhan karaa isagu waxaa nin aan ahayn hadduu ku xidho salaadiisaasi ma asaxayso oo hadduu ninkii ku xidho ruux dumara salaadiisu asaximayso hadduu ku xidho khunfe mushkila mid labeeba oo inuu nin yahay iyo inuu dumar yahay weli aanay kala cadaan ila xagga dumarnimadu u dhici karaaye taasina asaximayso waaye khunfaha kala dhaada ee mushkilka ah labeebkaan dhinacna ku cadaan isaguna nin unbuu ku xidhan karaa oo gabar kuma xidhan karo ilaa nin buu noqon karaa khunfana kuma xidhan karo ilaa waxaa dhici karta inuu isagu nin noqdo labeebka kale uu ku xidhina naag uu noqdee markaasna nin unbuu ku xidhan karaa gabadhu yay ku xidhan kartaa gabadhu gabadh bay ku xidhan kartaa oo nin bay ku xidhan kartaa oo khunfay ku xidhan kartaa mushkila ilaa halka u yar u gaadha waa inuu gabadh noqdo soo maa khunfo gabadh gabadh waa ku xidhan kartaa marka sagaal suuro ayaa ka soo baxay ayaa ka soo baxay waxa weeyaan cidda lagu xidhan karo iyo cidda aan lagu xidhan karin marka uu ishaaray si duuduwan buu u sheegay waxa kaloo aanu qofku ku xidhan karin qofkii faatixada garanayay saxayay qof aan faatixada saxayn kuma xidhan karo faatixadii maba yaqaanaba ee qur-aan kale ku tukanaya qofkani ama qur-aan kale ma yaqaan dikri buu iskaga tukanaya ama faatixadii uu akhrinay uu jajabinaya oo xaraf xuruuftii faatixada ka miduu meesha ka saarayaayo iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin buu leeyay wowgaasuu meesha ka tuuraya kuma xidhanayo mar hadduu isagu faatixadii garanayo kashad ka tegaya saasoo kale leh iyaaka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaakaan odhanayn iyaada anshadahay ku xidhan maayo isagana ilaisna xaraf buu tuuree oo kaasi waxa uu ku hadlay macnihiisu waa maxay iyaaka nacbudu macnaheedu waxa weeye iftiinka qoraxdaanu caabudayna haddaad iyaada shadi weydo waxaad tidhi iftiinka qoraxdaan caabudaya haddaad garanayso salaadi meesha kuma taalle waad gaalowdo diintood ka lugaysaba haddii sajahli uu kuu geeyo waa lagu cudurdaari doonaa uma ashaara almusanif musanifku wuxuu ishaaray buu yihi ama wuxuu tilmaamay lishuruudi lqudwati qudwada shuruuddeedii buu tilmaamay biqowlihi buu ku tilmaamay uu yidhi waayu mawdicin meel kastoo sallaa uu tukado oo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa bisalaati alimaami raabitan xaalo iyo mid xidhay salaatahu salaadiisa bisalaati alimaami mid ku xidhay fiihi ay almasjidi masaajidka dhexdiisa wahuwa xaal huwa ee almaamuumu kala tukinayaana caalimun uu og yahay bisalaati salaada imaamka ee alimaami oo bimushaahadati lmaamuumi lahu aragti uu arkayo uu ku og yahay aw bimushaahadatihi ama aragti uu arkaya maamuumku bacda safi saf kale oo imaamka sii arkaya ajzahu waa ka gudaya ay kafaahu waa ku filaya daalika arrinkaasi bisaxati liiqtidaai xidhashaa sixitaankeed bihi imaamka uu ku xidho marka haddii eeg imaamka iyo maamuumku markay intay isu jiraan ayay ku xidhashadaasi ansaxaysaa bu alanka kaga hadlaya iyo masaa'il kale oo la xidhiidha hadday masaajidka ku wada jiraan meeshuu doonayo maamuumku masaajidkaa ka joogo
waxay leeyihiin hadduu imaamkii oo quri mixraabka ku jiro adoo quri inaad dabaqa saddexaad ku tukato inta kaloo dhammina ay maran tahay salaaddu waa ansaxaysa safka u dambeeya dad ku tukato inta idin dhexaysa ay maran tahay salaaddu waa ansaxaysa mar haddaad masaajidka ku wada jirtaan waayo masaajidku waa meeshii loo diyaariyey maxay salaadda marka mar haddaad ku wada jirtaan mujtamiciina baa tihin dad isu dhow oo kulansan baa tihin laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam qaaribu bayna sufuuf buu amar buu ku bixiyey in laysu dhaweeye maxay sufuufta xadiidka abi daawuud iyo ay wariyeen shardi waxa waa bay leeyihin inuu salaadda imaam ka garanayo imaamka halkuu maraya oo muxuu ku garanaya imaamkii buu arkaa ama imaamkii ma arkee imaamkii cid arkaysuu sii arkaa oo eeganaya ama imaamkii ma arko cid arkaysana ma arkee laakiin muxuu maqlayaa sawt alimaam buu maqlayaa dhawaaqiisii taasuu ku garanaya halkuu marayo ama sawtkii imaamka maqli maaye sawtu mubaligin mid sawtka imaamka soo gaadhsiinaya ayuu maqlayaa waxaa kaloo shardiya inaanu imaamka ka horayn waatana wuxuu yidhi maa lam yataqadam caleyh waa intaanu imaamka ka hormarin fain taqadama caleyh hadduu ka hormaro imaamka bicaqibihi cidhibtiisa uu kaga hormaro fii jihatihi fii jihati limaam lam tancaqid guntabi maysa salaatu salaadiisu walaa taduru dhibi maysa musaawaatuhu simankiisa liimaami imaamkiisa u la sinmo wayundabu waxaa la sunneeyaa takhallufuhu dibdhiciisa can imaami imaamkiisa uu ka dibdhaco qaliilan in yar walaa yasiiru noqon maayo bihaada takhallufi ka dibdhacaa ama ka dambaynta yar ku noqon maayo munfaridan mid ka gooni noqday can isafi xataa laa yajuusa ilaa aanay banaan xataa laa yaxuusa ilaa uu noqdo mid aan helin fadiilat aljamaaca halka wuxuu leeyahay waxaa shardiga kaa imaamka la tukanaya inaanu imaamka ka hormarin goormaa la odhan karaa imaamka uu ka horeeya mar haddii cidhibtiisu cidhibta imaamka ka horeyso imaamka uu ka horeeya xagga jihada imaamku ka xigo ay u horeyso hadduu imaamka la sinmo wax dhiba ma laha buu yihi laakiin waa makruuh inuu in yar ka dambeeyo ayaana fiican ka dambayntaana mid kelidii saf noqday ku noqon maayo waa xaaladii labaad xaaladda koowaad maxay ahayd imaamkii maamuumkii halkay ku tukanayeen masaajidka gudihiisa xaaladii labaadna waa tan oo imaamkii baa masaajidka ku jira maamuumkiina dabaduu joogaa wain salla hadduu tukado alimaam imaamku fi lmasjid masaajid gudihiisa hadduu ku tukado walmaamuum iyadoo maamuumkiina khaariji almasjid masaajidka uu dabadda ka yahay xaala kawniya xaalo uu yahay maamuumku qariiban minuu mid u dhow ee alimaami imaamka oo goormaa la odhan karaa waa inuu u dhow yahay bian lam tazid waa inaana ziyaadin masaafatu maa baynahumaa masaafada u dhaxaysa calaa thalaathi mi'ati diraacin saddex boqol oo dhudhun oo taqriiban dhadhaweyn ahaan bimacnaa saddex boqol oo dhudhun ah wahuwa xaaluwa maamuumkuna ee almaamuumu caalimin uu yahay mid garanaya bisalaatii halkuu maraya og ee alimaami walaa xaayla wax kala teedaana hunaaka halka aanu ahaan ay bayn alimaami waalmaamuumi jaaza waa banaanya aliqtidaau xidhasho bihu ku xidho watuctabaru waxaa laga qaadi almasaafatu masaafada almadkuuratu ee la sheegayna min aakhiri almasjidi baa laga qaadi doonaa xaaladda labaad waxa weeye imaamkii masaajidku ku jira maamuumkina dabadduu ka yahay mar hadduu dabadaba ha joogee u dhow yahay imaamka salaaddu way ugu xidhmaysaa goormaa la odhanaya u dhow yahay waa in masaafada u dhaxaysa masaajidka aakhirkiisa iyo halka qofkaasi uu ku tukanayaa aanay ka badan saddex boqol oo dhudhun waa inaanay ka badan masaafadaas masaafatulqurbi baa loo yaqaanaa waa inaanay ka badan kaas waa shardi halka cabirka laga qaadayana waa halkee tuctabaru masaafatu lmadkuuratu min aakhiri lmasjidi saddex boqol oo dhudhun laga qaadi maayo imaamka ee waxa laga qaadaya aakhiru lmasjid ilaa qofka halkuu ku tukanaya saddex boqol oo dhudhun hadday tahay amaba se ay ka yar tahay imaamku uu dhowiyo salaaddu waa ugu xirmaysa maxaa kaloo shardiya sidii kii horeba imaamka salaaddiisi de waa inuu la socdo uu arkayo ama cid arkaysa u arkayo ama uu maqlayo ama cid maqlaysa ay usoo gudbinayso xaailla waa inaanu jirin waa shardi kale xaailka waxaa looga jeedaa hadduu doono imaamka inuu gaadho u tago waa inuu tegi karo macnaa waa inay meel furan jirto sida albaabkaasoo kala dee oo imaamka uu uga soo geli karaa waa inay jirto
isaga yaanu ku beegnaanbe haday sufuufi tusaalaa masaajidka dabadiisa ku tukanayaan oo masaajidkii halka iyaga ku beegan albaabu ku leeyahay ay ka soo geli karaan masaajidku imaamka ay ka gaadhi karaan yana intaasaa ku filan walow qaarkood gidaaradaasi ay ku gudboonaadaan be meesha furani inay qofkan isaga ku beegan tahay shardi maaha meel uu ka soo geli karo uu imaamka ka soo gaadhi karaa oo jihada isaga xigti waa inay jirto saasaa loo jeedaa xaalada isdhexaad buu u galayo imaamka iyo maamuumka midna masaajid kuma jiro bannaan bay wada joogaan ama dhismo kale oo aan masaajid ahayn wain kaana hadduu yaal imaamki walmaamuum fii kayri lmasjidi masaajid ka mid aan ahayn meel aan ahayn kuwa jooga imaa fadaayin imaa fii fadaayin bay joogaan meel bannaan aw binaayin ama dhismay ku jiraan masaajid ahayn fashartu shartigu waxa weeye alla yasiida inuu ka ziyaadin maa baynahuma inta udhexaysa calaa 300 diraacin 300 dhudhun iyo wa an laa yakuuna inaanu ahayn baynahumaa dhexdooda xaa'ilun wax kala teedaya waa inaanu ahaan waa inay isu furan yihiin ayaa halkan looga jeedaa marka bannaan bay joogaan markuu intee imaamka u jiro hadda qofka u horeeya laga hadlayaa qofka u dambeeya maaha ka u dambeeya wuxuu sii jiri karaa kilomitiro tusaale ahaan kii imaamka ugu soo xigay hadday bannaan ku tukanayaan waxaa la rabaa 300 oo dhudhun iyo in ka yar inuu jiro ka kalena kaa intaa in leeg buu sii jiri karaa ka kalena kaa intaa in leeg buu sii jiri karaa ilaa ay kilomitiro gaadhaan umaa bayna awalihim walimaam waa inaanay 300 dhudhun ka badan maa bayna kula safayna waa inaanay 300 dhudhun ka badan maqsuudku waa sidaas weeye xaa'il waa inaanu jirin buu yidhi albaab ceshan oo kale waa inaanu jirin ama xidhan waa inay meeshu furan tahay mar haddaan idii masaajid ahayn والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.